صباح سعيد كأنه عيد. صباح الخير يا اهل الزين، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج حكاوينا بالمصري مع ندى هدى. زي ما وعدناكم كل يوم ثلاثة الساعة 10 صباحا بيكون معانا ضيف او ضيفة بيتكلموا في فقرات متنوعة. قبل ما نوه الضيف اللي معانا هيتكلم في ايه، تعالوا نرحب بزميلتي الجميلة وتقديم مشترك هدى. ازيك يا دودو؟ ازيك يا ندى؟ صباح الفل. صباح الخير. مستعدة؟ تمام. الحلقة النهارده بصي اللي هو ايه، بيقول لك ختامه مسك في الموسم. ان شاء الله تبقى النهارده اخر حلقة واحلى حلقة مع الدكتور اللي معانا، وهنشوف النهارده هنتكلم في ايه. تمام، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم في ايه ونرحب بضيفنا اللي معانا. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا زي ما احنا متعودين ان كتير مننا بيتعرض لضغوط نفسية كتير في حياته اليومية بسبب مشاكل الشغل او الاسره او علاقات الصحاب او اي حاجه. طيب ستيفن كوفي كان بيقول في العادات السبعه للاسر الاكثر فعاليه، من ضمن عاده من العادات ابدا بالاهم فالمهم، اللي هو قسم وقتك، ايه الحاجات المهمه والعاجله والحاجات غير مهمه وغير عاجله، وايه الحاجات العاجله وغير مهمه، عشان تعرف تدير وقتك وامورك. طيب ايه هي الحاجه اللي ممكن تاثر عليا في بدايه مشواري مع الضغوط او المشاكل النفسيه؟ اول حاجه بتبدا تتاثر بينا هو الجهاز العصبي. طب لما الجهاز العصبي بيتاثر، ايه اول حاجه بتتاثر فينا في تدمير في الاعضاء في الجسم؟ جهاز المناعه. طب لما يبدا جهاز المناعه يتدمر، ايه اللي بيحصل؟ انخفاض في ضغط الدم، ضربات القلب، مفيش تفكير، مش عارفه اعمل حاجه، حياتي بتقف. كل ده يوضحه لنا دكتور احمد ابو حامد. ايه هو دكتور احمد ابو حامد؟ خبير العلاقات الانسانيه والتراحميه ومؤلف نظريه التصحيح الفكري. يلا رحب بيها هدى. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. ايه رايك في الكلام اللي احنا قلناه؟ مظبوط. طب يلا بينا. النهارده احنا هنتكلم على العلاقات التراحميه والانسانيه. بالظبط. بيجي لي مشاكل كتير جدا من ستات مصر عموما. الست بتبقى تعبانة في البيت ومع الأولاد والضغط النفسي اللي هي فيها، ونفس تقريبا الروتين اليومي بيقرر كل يوم، بتبقى محتاجة شوية سنس من الراجل، ايد تطبطب عليها تحسسها بقيمتها وتحسسها بان هو عنده احساس بالتعب، هو مقدر لمجهوداتها، وهو في نفس الوقت بيبقى راجع من الضغوط اليومية للشغل، فهنا بيحصل التقاء للاتنين. الاتنين معهم حق، لكن نقطة المقابلة ما بينهم بتبقى مفقودة. ده منتظر مقابل وده منتظر مقابل وما بيتحققش، هنا بيحصل بعد. فاحنا النهاردة في الحلقة علشان نقول ازاي تكون العلاقات التراحمية ما بين الأسرة، لان هي المؤثر الأساسي والرئيسي في تكوين شخصية الأطفال. احنا بنبني أجيال. بالظبط. هنلاحظ في بناء الدول عموما، هنلاحظ ان السيد الرئيس قرر كتير جدا حتة الصحة وبالأخص للمرأة. بالزبط. لان هي العامل المباشر في تكوين شخصية الأطفال. طب ازاي ان انا اطلع جيل سليم؟ سوي. ازاي ان انا اطلع جيل سوي؟ ازاي اطلع فكر؟ عندنا علماء كبار جدا ومخترعين، وهم أطفال كانوا فشلة في المدارس. هنا دور الأم ما كانش بتيجي تقول له لا أنت فاشل، أنت بالعكس كان يتقال لها أن ابنك فاشل، كانت تقول له أنت شاطر، المدرسة منبهرة بذكائك. زي إيدوسون لما كان بالضبط دي, دي تجربة. فأنا اللي بنمي عند أبنائي الفكر، وازاي ان هو يكون عنده ثقة بنفسه، ودي حاجة مهمة جدا الثقة بالنفس، وازاي ان انا اقدر اتماشى مع الضغوط اليومية في حياتي. وجايبين لهم برضو الحل اللي هو المساعد اللي هنقوله في نهاية الحلقة. طيب يعني اللي هو الست بتبقى محتاجة مجرد ما انا طول النهار بقى صاحية من الصبح مع اولادي في المدرسة وروتين. مع 80 مع الروتين وكل حاجة، اجي مثلا اخر انا اسمع كلمه كويسه، طبعا دي خلاص هتضيع كل التعب اللي عندي. لكن الرجاله بيقولوا لا، ما احنا كمان تعبانين، واحنا كمان طول النهار في الشغل، واحنا في نفس الوقت هو بيبقى راجع من ضغط الشغل، محتاج منتظر مثلا ان هيلاقي الراحه والكلمه الحلوه والابتسامه، الاثنين ازاي يلتقوا الاحساس. طيب
هنا يا دكتور اتذكر في الرجال من المريخ والنساء من الزهرة لما قال لك ان الانثى ليها حق برضو ان انت كراجل ان انت تديها. هو ده دور. ده دور. طيب انا ازاي النهارده هقوم بده مع عدم اتزاني النفسي؟ عدم اتزاني النفسي، الضغوط بتاعت الحياه عموما بتخليني في حاله نفسيه غير سويه، عدم استقرار نفسي، ده بيخليني ان انا اتصرف تصرفات. التصرفات دي بتبقى ذو شقين. الشق الاول معانا تليفون. اتفضل. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ماشي يا جماعه، كمان اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي سؤالك. ممكن يكلم الدكتور؟ اه طبعا، هو سامع حضرتك. يا اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. سامعك يا دكتور، انا بتعالج من مرض المناعي بقالي 15 سنه. تمام. وباخد له علاج كتير، انا العلاج ما جابش معايا اي نتيجه لحد دلوقتي. نفسيتي طوالي ومتعصبه وطوالي مش قادره ان انا اتاقلم على الحياه مع اولادي مع في البيت، طوالي بتعصب بسرعه. اللي حضرتك بتقوليه ده هو اللي لسه كنت بشرح فيه حالا. حضرتك تابعينا وهتعرفي الحل ازاي ان انت تظبطي جهازك العصبي وحالتك النفسيه يبقى فيها استقرار. ممكن تتابعينا لاخر الحلقه والحل هيكون موجود فيها. ميرسي كتير للاتصال، اتفضل يا دكتور. العامل النفسي، ردود الفعل بتاعه الانسان بيبقى ذو شقين، الشق الاول ادراقي والشق الثاني غير ادراقي. بمعنى ان انا ممكن اعمل رد فعل لما حضرتك وابقى مقتنع بيه وفي الاخر ارجع اندم عليه، او يكون هو مخرجات نفسيه علشان اخرج طاقه نفسيه محدده جوايا، لو دي ما خرجتش انا مش هستريح. تفريغ نفسي. الشق الثاني هو غير ادراقي، انا ما بحسش انا عملت ايه، فانت تيجي تقولي لا ده حضرتك عملت كذا وكلمتني باسلوب وحش، اقول لك استحاله انا هعمل كده. من عقل اللاواعي ده بينتج عن عوامل نفسية جوه الإنسان هي اللي بتتحكم في تصرفاته وفي ردود أفعاله. طب نتخيل مع بعض حاجة بسيطة جدا، إن أنا عندي بعض المحيطات بالعقل، زي عندنا مثلا في الدول العربية ده اللي المصريين كلهم لازم يفهموه، إن العامل البيئي هو اللي بيتحكم في شخصية الإنسان. كنت لسه أسأل حضرتك سؤال، يعني أنا أقدر أقول إن العوامل النفسية سلوك فطري ولا مكتسب؟ فيها جزئية وجزئية. تمام. يعني أنا عندي مثلا في الدول العربية لو تابعنا، كان في الأول في دولة الإمارات البحرين مثلا كانت دولة صغيرة، فبيجيبوا النشرة بتاعة الوفيات في التلفزيون، فيجي يقول لك توفى إلى رحمة الله فلان ابن فلان وقد بلغ من العمر 18 عاما، ويسكت شوية كده يقول لك بعد 100. طب الناس دي الهدوء النفسي اللي عندهم والثبات النفسي والأعمار دي بتيجي منين؟ بتيجي من المساحات الكبيرة والمساحات الخضراء والعيشة في الطبيعة. طب أنا ساكن في مكان مزدحم، كل الضغوط دي بتأثر على العقل مع المشاكل النفسية منذ الصغر. أنت عارفة حضرتك أن المشاكل النفسية للأم بتأثر على الجنين طبعا، بتأثر على تكوين شخصيته طبعا، بعد كده بيندرج لنسبة الطفولة. في حاجات بتبقى في العقل الواعي والعقل اللاواعي. انا عندي في ذاكره مهمله وذاكره حاضره. الذاكره المهمله بتفرغ اللي فيها لو حدث حاجه مشابهه للمواقف القديمه. طيب الحاجه دي حصلت وانا حصل رد فعل مني وانت قلتي طب انت حضرتك عملت ليه كده، اقول لك والله انا مش عارف. ففي حاجات ادراقيه وحاجات لا ادراقيه. طب النهارده بيجي لنا حالات كتيره جدا، الرجالة المفروض تفهم بتعامل ازاي المرأة، لان المرأة ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها من ضلع اعوج كان ليه سبب وحكمة، وحكمة كبيرة جدا. طب اشمعنى الضلع الاعوج؟ ليه ما خلقهاش من القلب او العقل او الذراع؟ خلقها من ضلع اعوج لان الضلع الاعوج لو قارنا مهمته في الجسم البشري وقارنا مهمة المرأة في الحياة ما بعد العبادة، هنلاقي ان هي بتحافظ على الكيان الداخلي للأسرة وهو بيحافظ على الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان. ففي تشابه كبير جدا ما بين المهمة دي والمهمة دي.
فالمرأة لازم يكون ليها تقديرها وتقييمها بالنسبة للرجل، لأن هي المحور الأساسي في حياة الأسرة وتكوينها بالكامل. طيب أنا النهاردة بيجي لي حالات، على سبيل المثال برضو جالي حالة مثلا عايزة تنفصل عن زوجها، لأن بعد عملية الجماع زوجها ما بياخدهاش في حضنه. طب ايه الاحساس اللي انت بتحسي بيه؟ بحس ان انا واحده من الشارع. احنا هنا فقدنا الاحساس التراحمي، العاطفه. طب العاطفه لو اجتمعت مع الغريزه الجنسيه هتنتج المتعه، المتعه الحقيقيه اللي احنا بنفتقدها في حياتنا العاديه. هو هنا اعتمد على مبدا اللذه بس، افتقد العاطفه. طب ازاي انا اوجد العاطفه مع المتعه؟ معانا تليفون يا دكتور. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه؟ تمام الحمد لله، اتفضلي سؤالك. تمام الحمد لله. بص والله سؤالي يا دكتور، يعني انا ما عنديش ثبات انفعالي وكده، والحاجه الثانيه لما بتضايق يكون في اكتئاب وكده، احس مخي بيوقف، يعني مش بيستقبل حاجه ايجابيه خالص، بيبقى عباره عن طاقه سلبيه اصلا، بيوقف مكتئبة خالص، يعني حاسة ان انا مختنقة كده، والمخ مش بيستجيب، يعني فيش ايجابية خالص. لا، هو العامل النفسي عند حضرتك بيخليكي ان انت تفقدي الثقة في نفسك، وعدم الرغبة في التواصل مع الحاجة اللي انت بتتعرض لها خالص. المخ بيبقى واقف، عبارة عن طاقة سلبية، ما بيستقبلش اي حاجة ورافض. تمام، هستأذنك تتابعينا وهذكر الإجابة لحضرتك تفصيليا. ميرسي كتير لاتصالك استاذ اكبر. هي رافضة الفكرة اصلا ان الإجابية تدخل معاها. لا، هو هنا بيحصل عملية إيقاف. يعني احنا قلنا في بعض الضغوط، الضغوط البيئية والضغوط النفسية، كل ده بيبقى حوالين العقل. طب ازاي النهاردة انا احرر العقل من الضغوط النفسية وروتينيات الحياة؟ عصف ذهني يا دكتور. علشان احرر العقل، علشان اتخاذ القرار يبقى سليم والوقت مناسب. اللي هي بتهرب من اتخاذ القرار، فهي يعني مش قادره ان لا هي حضرتك في روح زي ان انت عندك القدره اصلا على التواصل، هي ممكن تكون بتفتقد التواصل مع الحياه. وقف بقى معاها الكلام ده، فخلاص التواصل مع الحياه. تمام. هنا الجهاز العصبي نفسه فيه اضطرابات، هيدمر بقى اجهزه في اعضاء الجسم. خلي بالك ان في فرق ما بين الاضطراب النفسي واضطراب الجهاز العصبي. بالظبط. الجهاز العصبي هو اللي بيتحكم في حاجات كتيره في جسم الانسان. صح. في الاعصاب وفي العظم. طيب انا النهارده لو الجهاز العصبي عندي باظ وبقى غير سليم، ايه اللي هيحصل لي؟ جهاز المناعه عندي هيتدمر. هيضرب جهاز المناعه، ده اول حاجه. تاني حاجه هيبتدي يدخل على باقي اعضاء الجسم، لان جهاز المناعه لو اتدمر كل اعضاء الجسم اتدمرت. هنحب بس يعني هنوه على معلومة. اتفضل. معرفش، حتى في مشايخ كتير بكلمهم ومن قبار المشايخ وما يعرفوش المعلومة دي. ليه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاختسال من شعر الرأس لأظافر القدمين بعد عملية الجماع، مع أنه في سورة المائدة يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا بنتوضى في جميع الأحوال. طب ليه بعد عملية الجماع بالأخص الاختسال من شعر الرأس لأظافر القدمين للرجل والأنثى؟ لأن بعد عملية الجماع بيحصل إفراز لبعض الغدد، بتفرز مادة دهنية بتسد مسام الجسم كلها. مسام الجسم وأعضائه بيستنشقوا الهواء من خلال مسام الجسم. هنا بيحصل إيقاف لجهاز المناعة. بالظبط، بيحصل إيقاف لجهاز المناعة. ده طبعا يعني زي صدمة نسخ اللسان. ده دي طبعا قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نعرف ان احنا فعلا ما عندناش من علم ربنا غير حاجات قليلة جدا، وبنتعلم لحد الان من القرآن الكريم. معلش يا دكتور، معانا تليفون، هنعتذر جدا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام مدام هناء. اتفضلي. معايا الخط، معلش. لا ولا يهمك، اتفضلي سؤالك. عايزه اكمل سؤالي. بصي، انا الموضوع بتاع الدكتور اللي بيتكلم فيه ده، موضوع العلاقة الزوجية مع جوزي، فعلا اللي بيقوله ده هو فعلا بيحصل معايا. انا غلطت معاه كلام، مش جايب معاه نتيجه في الكلام.
ومن حاله ثانيه ابني في زوال ده الشك كده من ناحيتي، تعبت نفسيا خالص واتخنقت منه. مش عارفه اتاقلم معاه على ايه بالظبط، امشي معاه ازاي؟ يحسسوني ان انا بقضي في البيت يا خدامه، انا بترجاه في الكلام الكويس والتعاملات ان انا بني ادمه، مش محسسني ان انا متعامله كده. حضرتك برضو عليكي عامل ان انت تغيري في سلوكه، وده اللي انا هذكره لحضرتك دلوقتي. الانثى كالفخامه، انت فخامه انثى. بيتخلق عليا بطريقه مش كويسه، واجي اكلمه بيحسسني ان انا بفرض رايي عليه. هنقول لحضرتك الاجابه حالا، هنحل في اخر الحلقه، ممكن تسمعينا للاخر. ميرسي كتير لاتصالك. احنا عايزين ننوه بس يا دكتور ان الحلقه دي لازم الرجاله فعلا يقعدوا يسمعوها، مش الستات بس فعلاً. يعني الحلقه مهمه للرجاله اكتر ما هي مهمه للستات. الستات عارفه حضرتك لما بتيجي تلعبي جيمز مش فيه بيبقى ايد بتتحكمي في كل حاجه في الجيمز من خلال الايد. تمام. الايد هي المراه، هي اللي تقدر تغير الراجل، هي اللي تقدر صح. تغير الابناء، هي اللي اديته المساحه بتاعه الانانيه بتاعته دي ان هو يفرغ اللي هو عايزه. خلاص شكرا على كده. انت بقيتي ملكي، يعني انت بتاعتي، انت تدي له المساحه دي فما ترجعيش تندمي. طب نتصرف ازاي دلوقتي؟ الحاجات دي بتتدرس في الجامعه الامريكيه، حاجه اسمها سكس سايكولوجي. بالظبط. ازاي ان انا اتعامل مع الزوج مع الابناء، ازاي ان انا اكتسب ثقتهم، ازاي اديهم الثقه في نفسهم. طيب انا النهارده رجعت لقيت زوجتي لابسه جينز، لابسه قصير، لابسه شورت، وبتعمل الاكل وهي مشغله ميوزك لذيذ وعامله حياه انا مش متعود عليها. في هدوء اعصاب هنا، هي لازم تظبط الاول جهازها العصبي، وده اللي احنا هنقوله في نهايه الحلقه، علشان حياتها كلها تتظبط. تمام. لان هي المحور. طب ايه الحاجه اللي تخلي المراه عندها القدره للمواجهه، للمواجهه مع اي مشاكل في الحياه؟ سواء كانت حياه حاجات مشاكل مفاجاه او الحاجات اليوميه بتاعتنا. ده اللي احنا برضو هنعرضه في نهايه الحلقه. بس احيانا الراجل بيبقى مثلا شايف في مراته حاجه وفي واحده تانية حاجه وفي واحده تانية حاجه، يقول لك انا مفتقد الحاجات دي في مراتي، مهما هي غيرت هو شايفها في واحده تانية. تمام، مظبوط. الرغبه او الشهوه عند البني ادم عموما ملهاش حدود. تمام. عامله زي الاحتياج. البني ادم دايما محتاج، مهما يوصل هو محتاج. نفس القصة بالنسبة للرغبة أو للشهوة. طيب أنا إزاي أعمل إثارة، سواء الإثارة دي عاطفية أو جنسية، لأن برضو المرأة بيختلط عليها الأمر ما بين الإثارة العاطفية والإثارة الجنسية. طب النهاردة أنا عايز أعمل إثارة لزوجي، إزاي يتعامل معايا، إزاي يبقى مهتم بيا، وده بيتصل بيا من الوطن العربي على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك. ستات كتيره بتسالني هي مفتقده الحته دي، فابتديت ان انا افهمهم ان انت ليكي خصوصيه، البرايفت بتاعك ازاي يكون في حياتك خصوصيه محدده ما ينفعش جوزك يخترقها. ده هيخلي فكره دايما متجه ناحيتك. طب انا النهارده لقيت الحياة في البيت شكلها اختلف، زوجتي بتقعد تقرأ، بتقعد تسمع مزيكا، لا انا عايز اقعد، يعني انا محتاجة ساعة مع نفسي او نص ساعة كل يوم اقعد، يعني ابقى مع نفسي. يعني ايه مع نفسك؟ البعد ده بيعمل اشتياق. لذلك في اوروبا بيبعدوا، او في امريكا بيبعدوا عن بعض شهر في السنة. الشهر ده ما ينفعش يكلموا بعض في التليفون، ما ينفعش يشوفوا بعض، ما ينفعش يعرفوا اخبار عن بعض. احنا لازم نطبق الشهر ده هنا. لازم. احنا ممكن نعمل حاجه اذكى، ان احنا يبقى المراه ليها برايفت، ليها خصوصيه. لا انا هقعد اسمع مزيكا ساعه ساعتين، انا براحتي، انا عملت دوري في البيت ومع الاولاد ومعاك، خلاص بقى انا من حقي برضو ان انا في وقت مخصص ليا لراحتي النفسيه. هو هيبتدي يبص لها بنظره تانية.
طب الراجل التقيل يا دكتور، يعني هي بتديله كل حاجة وبتعمله، واحيانا لما برضو تحس ان تبعد شوية عشان يبقى فيه اشتياق، هو تقيل في نفسه. طب انا اتعامل معاه ازاي؟ طب يعني هو تقيل على طول ولا كان في الاول مرمي عليها؟ لا هو تقيل. انا بقول للرجالة في كتاب حكم وفيلسوف، بقول لهم اذا اردت ان تكون انساك هي المرأة الملمة بجميع ما يبهرك في نساء العالم، كن أنت الرجل الأول الذي أبهرها في الماضي. فأنت خليك الراجل اللي بهرتها زمان بمصداقية مش بخداع، وبعدين أطلب منها إن هي تكون أجمل واحدة في الكون ومجمعة كل الميزات اللي في نساء الدنيا. فلازم الست يكون عندها برايفت، خصوصية، يكون حاسة بنفسها كأنثى. مش شرط ان انت تعملي كده علشان جوزك، ده علشان نفسك، علشان نفسها، قيمتها كأنثى. الأنوثة الراجل هو اللي بيعملها. طب انا مستعد ان انا ما اجيبش لزوجتي النهارده اي ميك اب، اي مجملات، وهخليها احلى واحده في الدنيا، هخلي الدوره الدمويه عندها يعني تشتغل بنسبة عالية جدا بالارتياح النفسي، والعلاقة بتفرز هرمون في الأنثى بيخليها جميلة. طيب ده يحصل ازاي؟ قلت عليه برضو ان الأنوثة كالنبتة بالزبط. الذي اذا رعيتها نضرت، واذا اهملتها ذبلت. فانت النهاردة ما تجيش تهمل الأنثى، ما تموتش فيها غريزة الأنوثة وتيجي تقول ده انا شايف حاجه وحشه في البيت. طب ما هو انت اللي عملت كده. لكن الاثاره العاطفيه بتخلي الانثى حاجه تانية خالص، بتخلي الانثى اجمل، بتخليها عندها روح للحياه، عندها طاقه وباور كبير جدا. يعني كل ده من معامله الراجل ليها. فلازم الراجل يتعامل معاها ان هو لسه في اشتياق، يعني انا لسه بسيرك، اه طبعا، يعني انت في عاطفه من ناحيتي، اه طبعا. هي لو ما حسيتش بده انت موتت فيها حته الانوثه، حياتها كلها اتدمرت، ملهاش اي قيمه. فازاي ان انا اطلع ده علشان يبقى عندها الطاقه والباور ان هي تعمل لك حياه في البيت سعيده، ان هي تربي ولادك بطريقه سليمه، يكون عندها ثبات انفعالي واتزان نفسي، تقدر تقاوم التغيرات بتاعه الحياه اليوميه. طب ده يا دكتور بيتفق على لو الاسره في البيت ان الراجل والست فيه تفاهم وفي ود ومحبه بينهم، بس حصل خلل في الحته دي. طب لو جينا قلنا ان الاثنين متجوزين، بس في واحد هو متجوزها بس هو مش بيحبها، انت فاهمني؟ بس هي ممكن تكون بتحبه. ما هو ده اللي احنا قلنا عليه في بداية الحلقة، فهو غصب عنه، هي بيبقى عندها مجهود عايزة تحس بتقييم الراجل ليها، وهو بيبقى راجع تعبان، انا شقيان وتعبان علشان اصرف عليكي وعلى الولاد، برضو عايز تقييم لي. فالاتنين بيتقابلوا في نقطة، دي منتظرة وده منتظر، بس انا مش حاسسها منك، يعني انت مراتي بس انا مش حاسسها. ما هو هنا حتة العاطفة، التراحم ما بين الاثنين. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم كان ممكن بنفخة واحدة يخلق سيدنا آدم وستين حواء مع بعض، وهو قادر على كل شيء. طب ليه خلق سيدنا آدم وبعد كده خلق منه ستين حواء؟ احنا قلنا ليه خلقها من ضلع نقعه، بس ليه؟ لان الضلع تحت الذراع، وده يعني احتواء الرجل للمرأة. فالنهاردة ليست كل الذكور رجال، ولكن كل الرجال ذكور. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا ما قالش وخلقناكم رجالا وإناثا، قال وخلقناكم ذكورا وإناثا. طب ليه؟ ولما جه يصف الذكر قال فأتى من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، صدق الله العظيم. طيب النهاردة هو لما جه يصف الذكر وصفه بالرجولة، يعني الرجولة دي صفة. فهل انت بتتصف بهذه الصفة فيك؟ يعني انا اقول لك يا راجل بس بفم مليان كده وبثقة وبقلب جامد، هل دي
ثقة فيك. فدي علشان انت تبقى راجل اصلا. اول حاجة التراحم، الرحمة. طب الرحمة دي لو ما كانتش على نفسك، لو ما كانتش على زوجتك، لو ما كانتش على ابنائك، هتقف بين ايد ربنا سبحانه وتعالى تطلب منه رحمته ازاي؟ بس هو هنا هيرد علينا يقول ما هو الشرع محللي اربعة، ان انا لو مش لاقي الحاجة دي حاسسها في مراتي. لا، محللي اربعة دي في حاجات معينة يعني ذكرها الدين، بس الناس بتاخد عناوين الموضوعات بس. لكن النهاردة انت محلل لك اربعة، هتقدر تعدل بينهم؟ هتقدر تحتوي الاربعة؟ لا، هو مش هيتجوز اربعة يعني. هو أيوه. الاحتواء ده هي العاطفة. طيب. ما معرفش يحتوي اللي معاه اصلا، علشان كده ان هو سابها وراح يدور على واحدة غيره. بس غيرها تدور، ما حساش دي، فهو حس التانية مثلا، عشان كده قرر ان هو يرتبط بالتانية او يتجوز التانية. بس فالنهاردة احنا عايزين المرأة لازم يكون عندها تحسين في جهازها العصبي وفي حالتها النفسية علشان تقدر تمارس حياتها. طب انا عايز الرجل يتخيل للحظة واحدة ان هو افتقد الانثى من الاسرة، هيعيش ازاي؟ يبقى دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى وثق عليها، مطلعها منك انت. كان ممكن يخلقكم انتوا الاثنين مع بعض، لا، ده خلقها منك علشان مسؤوليتك واحتوائك ليها. دورها مهم جدا، لان ابنائك تاثير تكوين شخصيتهم من خلال الام مش من خلال الاب فقط. 70% من الام و30% من الاب، لان هي اللي بتبقى العامل المباشر اللي قدامهم في التصرفات، في ردود الافعال، في الانفعالات. فطبعا هم شخصيتهم بتتكون من خلال الام. الحل اول حاجه دي بقولها وشغالين عليها من زمان، هي نشر الثقافه، الوعي الفكري. بالظبط، نشر الثقافه والوعي الفكري، في التعامل، التراحم العاطفي. تمام. التراحم العاطفي وهو يعتبر عنوان حلقتنا، ما بين الاسره المصريه والابناء والزوج والزوجه. طيب انا ازاي اظبط جهاز العصبي؟ انا النهارده تنشن، بتجه للمنبهات، للقهوه، للشاي، للنسكافيه، للمنبهات. طب دي حرق الدم، دي بتساعد على زياده اضطراب جهازك العصبي. طب ازاي ان انا اظبط العمليه ديت والمود بتاعي يبقى رايق، وفي نفس الوقت الجهاز العصبي بيخلي الجسم يفقد فيتامينات معدده فبيأثر على باقي اعضاء الجسم. النهارده احنا لفينا العالم كله، قدرنا نتوصل لاكبر كيان في العالم ان احنا نجيب منه منتجات، من ضمنها منتج هو مستخلص القهوة الخضراء، الشاي الاخضر. المنتج ده معمول بتكنولوجيا اسمها النانو. النهارده انا لو جبت علاج كيميائي ليه اثار جانبية، هلاقيه ان هو تقريبا 40% من العناصر الغذائية. تكنولوجيا النانو بتخليهولي يتعدى 80%، يعني مضاعف للكيميائي. بس هنا ملوش اثار جانبية. الاثار الجانبية اللي احنا بنشوفها في اي علاج كيميائي في الصيدلية دي بتبقى اثار جانبية وقتية. طب الاثار الجانبية اللي على المدى البعيد هي دي اللي احنا عايشين فيها في موجة السرطانات والفشل الكلوي والكبد الوبائي والامراض اللي احنا مش قادرين نحاصرها وعمالة تزداد. تمام. اوروبا وامريكا لما لقوا ان في وحش بيهاجمهم اسمه الاثار الجانبية ابتدوا يتجهوا للاعشاب. طبيعي. بس الاعشاب التفاعل بتاعها مع جسم الانسان بيبقى بطيء شوية. عشان كده استخدموا اعلى تكنولوجيا في العالم في علوم الطب البشري والبحث العلمي، وهي النانو تكنولوجي. ان هو يستخرج من العشب اعلى كمية من الفايدة من العشب او من الزهرة، الفايدة الغذائية او الفيتامين، ان احنا نشتغل عليه في منتج محدد. النهاردة احنا منزل لهم منتج اسمه جرين بيرن. جرين بيرن مستخلص القهوة الخضراء، الشاي الاخضر، طبعا احنا عارفين فوائدهم. ضفنا عليه بقى المورينجا. المورينجا بيسموها في المانيا شجرة الحياة، بتعالج 55 مرض في جسم البني ادم. لذلك رئيس الجمهورية اول ما مسك البلد
في البرنامج الانتخابي بتاعه اصر على زراعه المورينجا. ليه المورينجا؟ لان احنا بنفتقد الثقافه بتاعه العلاج بالاعشاب، العلاج بدون اثار جانبيه، بدون اي حاجه تألمنا. طيب انا عندي المورينجا وعندي الجينسينج الكوري، يعني احنا لفينا العالم جبنا احسن عناصر غذائيه في العالم كله حطيناها في المنتج ده. احنا كده بنرجع للعصور القديمه زمان يا دكتور، بس ايام الاجداد بس بتفاعل مضاعف عن الكيمياء اللي في الصيدليه. بالظبط، بتفاعل مضاعف عن الكيمياء اللي في الصيدليه. بالظبط. النهارده حطينا عليه المورينجا، الجينسينج الكوري الاحمر اغلى جينسينج في العالم، الكروميوم وكالسيوم. طب دول بيشتغلوا على ايه؟ يعني العناصر دي كلها بتشتغل على ايه؟ اول حاجة بتشتغل عليها هو تظبيط جهازك العصبي. دي مش بتظبط جهازك العصبي ان انت يبقى مودك رايق ولذيذ كده وبس، لا، دي بتظبط جهازك العصبي ان انت يبقى عندك القدرة على مواجهة اي انفعالات او متغيرات في الحياة. ودي اعلى حاجة تقدر تتوصل ليها لجهازك العصبي. لو جينا قارنا المنتج مع العلاج النفسي اللي في الصيدلية هنلاقي ان هو مضاعف ويتفوق عليه، بس بدون اثار جانبية. يعني انا اقدر انزل مصحات نفسية كل حاجة، يعني انا اقدر كمان استبدله ان هم المكافحة بقى الادمان والناس اللي هي بتاخد الجرعات. هو لما انا ابني يفكر ان هو يدخن، لما يفكر ان هو يشرب مخدرات، هو ده تفكير سوي وسليم؟ لا. ولا تفكير مرضي؟ مرضي. طب انا عايز اظبط عنده حته اتخاذ القرار والتوقيت السليم ومواجهه اي متغيرات في الحياه، لان انا النهارده لما بتضايق او بيواجهني اي مشكله بتجه للسلبيات. طب ازاي ان انا ابعد عن الحاجه دي ويبقى عقلي سليم ان هو قادر يواجه اي شيء؟ هو ده المنتج يا دكتور؟ بالظبط كده. تمام. بعد ما بيظبط جهازك العصبي بيشتغل على الجهاز الذكوري عند الرجاله، يعني انت كده مش محتاج لمنشط جنسي عشان الجينسنج الكوري. بس صحيح. في حاجه بقى برضو ان هو بيعمل كده، في حاجه بقى ده، لا الجينسنج ده منشط ومقوي للجهاز الذكوري. طيب في حاجه، انا بستخدم منشطات جنسيه من الصيدليه العاديه، الحاجات العاديه والحاجات. ايه اللي بتعمله؟ العضلة نفسها بتاعت الجهاز الذكوري بتحصل فيها ارتخاء. والله انا لو خدت مصنع بعد كده مش هيأثر فيا. تمام. لان العضلة نفسها بيحصل فيها ارتخاء. ده بيأثر على البروستاتا. البروستاتا بتبقى فيها صديد واملاح عالية جدا، بتأثر على البول، بتأثر على الكبد، بتأثر على الكلى. احنا بندخل في تدمير. مشاكل. بالظبط. بالاضافه انه بيشتغل، لان احنا قلنا ده المورينجا لوحدها بتشتغل على 55 مرض في جسم البني ادم. بيظبط الضغط، بيظبط السكر، بيظبط الجهاز الهضمي، بيفرغ القولون، بيساعد على تقويه عضله القلب. الجرين بيرن بيعمل كل ده؟ كل ده، كل ده في الاعشاب اللي جوه الجرين بيرن، بالبحث العلمي وزاره الصحه، منظمه الصحه العالميه، جامعة كامبريدج نفسها لما حللت المنتج قالت استحالة العناصر الغذائية دي تتجمع في منتج واحد. يعني دخلوه ضمن أبحاثهم، وده موجود على جوجل، موجود على السايت الرسمي بتاع جامعة كامبريدج. الجرين بيرن موجود على السايت الرسمي بتاع جامعة كامبريدج، المكونات بتاعته انت متخيل يا دكتور جامعة كامبريدج دي يعني من أكبر جامعات العالم. ليه يعني الشركه اللي احنا بنتعاون معاها ليها اكبر برجين في امريكا، فلما الناس دي تبقى بتفكر بس في امريكا وفي اوروبا وناسيه الوطن العربي وملهاش سوق معانا، طبعا دي مشكله. فاحنا قدرنا ان احنا ناخد حاجه من بق الاسد زي ما بيقولوا، عشان كده جبنا لهم جرين بيرن. جرين بيرن بيحرق الدهون، بيحرق دهون الجسم بس بشكل امن بدون ما ياثر على اي خلل في الاعضاء الجسم البشري. طب لو انا عايزه اتواصل معاك، واتواصل معاكوا ازاي؟ عن طريق الارقام اللي حضرتك سايبها، من خلال الارقام ومن خلال الصفحات بتاعتنا. البيج، ايه البيج اللي موجوده مثلا؟ ممكن حد في جي دايت وفي صفحات جرين بير. والافضل التواصل عن طريق الارقام التليفونيه الفريق العمل اللي موجوده على الشاشه. علشان بيردوا بسرعه.
بيردوا بسرعة وبيتعاونوا معاك، لأن احنا عندنا فريق من الأطباء من ضمنهم أطباء بيعملوا في مجال البحث العلمي في أكبر الجامعات في مصر، القاهرة والجامعة الألمانية، وأكبر أطباء في الوطن العربي. بس هو كده يا دكتور ما عنديش موانع ليه يعني؟ انا حضرتك بتقولي هيظبط ضغط، هيظبط سكر، هيهديني جرين اعصابي بيرن هتهدى، حضرتك، فماليش كده جرين موانع. بيرن هو كوفي، هو مكمل غذائي، هو مقوي عام للجسم، هو منشط جنسي. جرين بيرن كل الاحتياجات اللي حضرتك عايزاها، لو انت وفرتي الشاي والقهوه اللي انت بتشربيهم ونسكافيه، ووفرتي المكمل الغذائي بتاعك بهتم بنفسي. والمقوي العام، كل ده جوه منتج واحد بس انت بتحتاجي منه تشربي كيسين في اليوم. كيسين؟ طيب النهارده طب بحط له سكر؟ لا مفيش سكر، هو عليه السكر بتاعه بس مش السكر العادي بتاعنا. احنا حطينا له حاجه اسمها سكرالوس. سكرالوس ده بيدخل الدم زيرو، بيطلع زيرو، تمام، يعني مفيش اي تأثير على البنكرياس او على مرضى السكر، بالعكس ده آمن جدا وفعال وبيظبط السكر والضغط عند الانسان. طب بيظهر في تحليل الدم؟ لا طبعا، ما هو ما بيتفاعلش مع الدم، ما بيتفاعلش مع الدم. طيب دكتور انا دلوقتي متعوده ان انا اصحى الصبح اشرب كوبايه القهوه، اجي بعد على الظهر هاخد كوبايه قهوه مثلا، هاجي على المغرب اشرب شاي او نسكافيه، لا هو حضرتك اول بتقول حضرتك ما اتنين بتصحي، شيت. اول ما بتصحي انت لازم بتفطري الاول، بتاكلي اي حاجه عشان ما يجيلكيش هبوط، لان انت لو شربتي قهوه عاديه او شاي عادي هيجيلك هبوط. صح. لا احنا لو شربنا كوبايه جرين بير من غير فطار، من غير فطار، من غير اي حاجه، هتحسي ان جسمك اتغذى. عشان كده دايما بيقولوا ما تشربش الشاي بعد الاكل، هتقعد تشرب بتحرق الاكله اللي انت اكلتها، ما استفدتش منها. جرين بيرن بقى وجبه ما بين كل وجبه ووجبه. انا قصدي هيعوضني بقى، هحس ان انا هو يعني هو في خدت اللي انا عايزاه منه. هو في الفيتامين الغذائي اللي جسمك محتاجه اقوى واكتر من الوجبه اللي انت هتاكليها. طيب حضرتك ذكرت كده بين الكلام، احنا اتكلمنا عنه كجهاز مناعة وكتظبيط الجسم، طب حضرتك ذكرت بين الكلام ان هو تخسيس، ازاي؟ هو بيحرق، بيشتغل على حرق الدهون في الجسم. طب النهارده انا يعني جسمي سليم بس انا هاكل كتير ومش همشي على رجيم. لا انت مش هتحتاج تمشي على رجيم، لان انت مش هتحتاج تاكل، لان هو بيديك الفيتامين اللي انت عايزه. هو ايه اللي بيأثر فينا لما بنيجي نعمل رجيم؟ ان احنا بنحس بدوخه وهذيان، تحس ان انت ضعيف، عايز تاكل حاجه تقويك شويه. هو بيديك الفيتامين اللي ما يخليكش تحس بكده، بتحس بالشبع، لان هو مكمل غذائي اصلا. يعني هو مكمل غذائي ومقوي عام للجسم. بعض الناس لما بتاخد منتجات سبلمنتد فود او دايت او اني وات ايفر بيلاقي امساك مزمن. ما احنا قلنا ان هو بيشتغل على الجهاز الهضمي وبيفرغ القولون كمان، فمش هتحس باي مشاكل لا في الجهاز الهضمي ولا في الجهاز العصبي ولا في القلب ولا في السكر ولا في الضغط. ده هو بيظبط لك كل الدنيا دي. احنا كلنا محتاجين جرين بيرن يا جماعه. والاهم ان هو بيخلي عندك الطاقه ان انت تتعامل مع المتغيرات اللي انت بتشوفها في حياتك، زي المدام اللي اتصلت وكلهم بيعاملوني وحش، او التانيه اللي انا عقلي بيقف لما بتعب نفسيا، بتفتقد الرغبه في الحياه، هي بتفتقد الرغبه في الحياه. طب ايه اللي يخليني ان انا عندي الرغبه في الحياه؟ ايه اللي يخليني ان انا عندي القدره ان انا اتعامل مع الناس ديت علشان اوصل؟ لان انا مش هقدر ابعد عن ولادي ولا الزوج ولا ولا ولا، مش هتقدر تبعد هي. طب ازاي يبقى عندها القدره ان هي تحسن العلاقه؟ انا بنصحها بجرين بيرن. عارف يا دكتور، يعني انت رجعتني ايام بقى ثانوي دلوقتي وايام جامعه، اولى جامعه وثانيه جامعه، انا كنت محتاجه المنتج ده من 6 7 سنين. هتحتاجيه جدا، لان انا نفسي بجيبه لاولادي. لانه هو بيشتغل على تنشيط الذاكره كمان، بيشتغل على زياده التركيز والاستيعاب. يعني الطلبة هو آمن عشان هو ملوش يعني سن أوميجا معين، بقى كده يعني في أوميجا 3 وبي 12 كمان، وملوش سن معين يعني مش لا 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 لا، يعني من سن كام أبدأ أخده مثلا؟ من 7 سنين. من 7 سنين؟ من 7 سنين. طب ما أقول لحضرتك على حاجة، ده أنا بنصح بيه كمان الحوامل.
هو حوامل. هو انا مش قلت لحضرتك في تكوين الجرين بيرن ان احنا حاطين عليه كالسيوم؟ اه. طب ما هي بتروح الدكتور اول حاجه بيكتبها لها كالسيوم محار. اه كالسيوم محار، بتدخل الصيدليه بتقول انا عايز كالسيوم محار بتاع الحوامل. في درجات يعني، انا ممكن مثلا يكون في شهور معينه ليها تاخده في الحمل، لكن ما عايزين كده، مش في البوادر يعني في اي وقت. اصل انت بتاخدي كالسيوم، انت بتاخدي فيتامين ما فيهوش اي ضرر. لو مش هيفيدني مش هيضرني. لا ده هو هيفيد، لان هو مضاعف عن اللي انت بتجيبيه من الصيدليه. الكالسيوم اللي فيه مضاعف عن اللي انت بتجيبيه من الصيدليه. تمام. طب ايه بقى يا دكتور، معلش، النصيحه اللي هنقولها للرجاله بجوار الجرين بيرن؟ يعني احنا الستات استعملوا الجرين بيرن عشان تبقوا هاديين و... ازاي انا دلوقتي اقول للراجل ايه بقى عشان ما هو انا الاول اللي بيرجع البيت وما بيهملها وبي انا الاول لازم يبقى عندي القدره النفسيه. انا يعني تعبان مخنوق طول اليوم. هيبقى عندي منين قدره ان انا اتعامل مع الزوجه والابناء في البيت واطبطب عليها واحسسها بانوثتها زي ما انت بتقول؟ ما هو انا مش عايز كلامه، بس انا بتكلم في نظريات فعليه بتطبق. طيب انا ما عنديش القدره اصلا ان انا اتعامل مع الزوجه مع الابناء، ما عنديش التواصل ده، اعمل ايه؟ اول حاجه بنصحوا بيها الاطباء اتجه لدكتور سايكولوجي او سايكايتريك علشان يبتدي يتعامل معاك بعلاج عشان اعصابك تهدى شويه. طب انا جايب لك منتج علاجي والله. انا جايب لك حاجه النهارده، بس دي تبقى اضافه طبعا للمرشد اللي هو النفسي، ان هو لما يجي يتكلم كونسلنج. عارفه حضرتك الصابونه اللي بتلبس في الايد، صابونه اوف لندن اللي هي بالعلاج بالمغناطيس والحاجات دي؟ دي علاج بالايحاء. دي علاج بالايحاء. طب انا باخد حاجه بقى وعارف ان هي بتشتغل مع جهاز العصبي فعلا وتكويناتها موجوده، واقدر جوجل مش هيضحك على حد، الانترنت نقدر ندخل ونشوف البحث العلمي اللي معمول على المورينجا، على الجينسنج، على الكروميوم، على الكالسيوم. يعني انا يا دكتور ابقى قاعده في البيت عندي ستريس او اي ضغوط او في مثلا مشاكل مع الزوج او وات ايفر، اقول له هات واحده جرين بيرن المديره مشكلتي دي حقيقه. اصل دي حاجات علميه، انا ما بقولش حاجه من عندي. تمام. هو النهارده انا علشان اروح اجيب مورينجا، ده انا هجيب مورينجا فعلا مجففه وهغليها يعني خلاص انا عارف ان هي هتشتغل على جهاز العصبي، هجيب جينسنج ونفس الكلام. تمام. طب ما انا جايب لك كل ده في منتج واحد، وممكن يكون الطعم في الاخر مش حلو، ما تقبلوش لو طعم مورينجا مغليه او طعم الجينسنج مغلي. تفوقنا على انفسنا ان احنا عملنا الطعم بطعم اللاتيه كافيه وطعم البندق، يعني احنا غيرنا الطعم تماما. على الاسف يا دكتور فكرتنا انتهت، كنا سعداء جدا جدا بحضرتك. اكيد يعني في الموسم الجديد هنتقابل.